النبي الأمي الطاهر وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر، اللهم اغفر، تب علي إنك أنت التواب الرحيم. يا قاضي الحاجات، يا مفتح الأبواب، ويا مسبب الأسباب، حسبي الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على خير خلقه سيدنا ومحبوبنا ومحبوب قلوبنا محمد وعلى آله وآل بيته صحابه أجمعين، آمين. بجاه سيد المرسلين رحمة للعالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله.